أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اللغة والأدب في شرح لما سيتم عرضه في الأسبوع السادس من الوحدة الأولى وحدة حدود الشمس. أذكر أن النوع الأدبي الذي نقوم بدراسته هو فن المقال. إذن الهدف المرتبط بهذا اليوم هو التعريف بمحتويات الأسبوع السادس. أذكر بالمفاهيم المتصلة بهذه الوحدة. المفهوم الرئيس هو الروابط، أما المفهوم ذو الصلة هو وجهة النظر، الغرض، السياق العالمي، الهويات والعلاقات، السعادة ورغد العيش، عبارة البحث. يرتبط البشر بعلاقات تحقق أغراضهم في تحقيق السعادة ورغد العيش باحترام وجهات النظر المختلفة. إذن تجمعنا الكثير من العلاقات المختلفة التي نعبر من خلالها عن وجهة نظر في موضوع نقوم بطرحه. فقد عبرتم عن وجهات نظركم في موضوع التدخين مثلا، وقمتم بعمل مشاريع صغيرة لتعبر عن هذه وجهات النظر. ثم سنتحدث عن المراهقة، ستعبرون عن وجهات نظركم من خلال ما يمر به المراهق من تغيرات وتأثيرات نفسية جسدية واجتماعية، وستبدون اقتراحاتكم أيضا لهذا الأمر. السعادة ورغد العيش، نحن بالابتعاد عن التدخين نصل إلى السعادة وتحقيق الحياة الطيبة، لذلك سنقوم أيضاً بتطبيق هذا المفهوم على درس المراهقة، حيث سنقوم بتطبيق موضوع الحياة الصحية والسعادة إذا تعاملنا مع المراهق تعاملاً طيباً. الموضوع الأول الذي سنأخذه هذا الأسبوع هو نموذج تحليل المقالة. سيطلب منك قراءة مقال في كتاب الوزارة، وستقوم أنت بتحليله من خلال أساليب أو مهارات التعلم، تحديداً التواصل والتفكير الناقد. ستكتب عنوان المقالة التي قرأتها، ستكتب اسم الكاتب ونوع المقالة، وهذا استناداً لأنواع المقال التي قمنا بدراستها في بداية الفصل. ثم ستقوم بتحليل أجزاء المقالة، فستقوم بالمقدمة بالحديث عن الفكرة العامة التي تناولتها المقالة، العرض، ستتحدث عن كل فقرة تحدثت عنها كل فقرة في هذه المقالة، ثم الخاتمة وهي عبارة عن الفكرة العامة التي طرحت بالكامل. أما الاستماع، ستقيس هذه المهارة قدرتك على التركيز وجمع معلومات أكبر من قصيدة الحرية للشاعر أحمد مطر. كما تلاحظ عزيزي الطالب، فقد وضع أمامك لينك، ستقوم بالذهاب إليه والاستماع إليه من خلال سماعات، ثم ستقوم بتقييم نفسك من خلال الإجابة عن الأسئلة الموضوعة في الكتيب أمامك. لابد أننا قد وصلنا إلى المهمة التدريبية الثانية، وهي كتابة مقال مراعياً خصائص المقال التي درستها ومستخدماً القواعد وعلامات الترقيم، وهذا الموضوع سيكون تحديداً عن الحرية. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها في هذا الأسبوع. أذكر أعزائي الطلاب بضرورة القيام بالمهمات المرسلة لكم عبر منصة أقرأ بالعربية، وأذكر أيضاً بضرورة الرجوع إلى صفحة التربية الوطنية لمعرفة أسماء الدروس وتواريخها التي نقوم بتعلمها ومراجعتها دائماً لتكون مشاركاً وفاعلاً، وأذكر أيضاً بضرورة الرجوع إلى المربع الأخير وهو ماذا سنتعلم في الحصة القادمة، حتى أيضاً تكون مشارك فاعل في الصف. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة لكم. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة،
طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.